يبي يطيعك ولا بيقاوم؟ بيقاوم يعني في شيء يميز. عنده عقل ولا ما عنده؟ ها يا ليه؟ هات ليه؟ الناقة دائما عند المعروف. هات يعني الناقة ما بحيوة. الله أكبر. وش وش جماد جماد؟ لا ناقة. الله احنا نتكلم عن نياق حق أسمع نتكلم عن نياق بشكل عام. واحد كلامنا مستثنى منه نياق سلطان. اي اسف خلاص هذيك اي هذيك خلها. اوكي كل شيء له حق لان الناقة تحق بعيد عندنا حق لو ولا يسج منك حتى البس هو البس لو اكرمته شوف يعني دقيقه انا بعلمك حاجه الحين السويديين ذا يعرف عبد الله على طول ليه لانه يوالف ويعطيه يعني ايش عنده اكسب في عشر عنده عقل انت اي احسنت لا 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 والله قصدي قصدي بس سلطان سياف عقل يا سلام لا لا بالعكس هاي عبد الله باقي انت ومشعل ايش الكلام الحيوانات عنده عقل ولا ما عنده عقل يبل عنده عقل انا سعد علي حاكيني وحاكيه معك يا ويلي وراكم على سعد سفك بس